كسرت الإدارة الأمريكية الجديدة الخطوط الحمراء في المشهد السوري عبر استهدافها نظام الأسد أكثر من مرة في الأشهر الأخيرة، لكن مع ذلك فلم تغير تلك الضربات قواعد اللعبة في سوريا التي ما زالت روسيا تديرها إلى اليوم مع تركيا وإيران، مع قبول أمريكي بأن تبقى بعيدا عن الواجهة لما يجري هنا في أستانا مثلا. الجولة الخامسة انطلقت لتناقش باستفاضة ما تم الاتفاق عليه في الجولة السابقة، وضع الحدود النهائية لمناطق تخفيف التصعيد. حول هذا تقول وسائل إعلام روسية إنه من المتوقع أن يتم الاتفاق على إنشاء مركزي مراقبة، الأول روسي تركي في الشمال السوري والثاني روسي أمريكي أردني في الجنوب السوري، وربما روسي إيراني في وسط البلاد. هذه المسألة ستبحث إلى جانب مسائل أخرى تتعلق بتشكيل لجنة سورية للمصالحة الوطنية وإطلاق سراح المعتقلين والمسائل الإنسانية الأخرى بحسب زعم مسؤولين روس. أما لمن يسأل عن الدور الأمريكي فالجواب سيجده في مجلة فورين بوليسي الأمريكية التي قالت نقلا عن مصادر مطلعة إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أن مصير الأسد تحدده روسيا، وأن واشنطن ليست معنية إلا بمحاربة تنظيم الدولة في سوريا، وأن استهدافها للنظام لم يكن إلا لتحقيق أهداف تكتيكية ومحدودة لمنعه من استخدام الأسلحة الكيماوية واستهداف في شركاء واشنطن الذين يحاربون تنظيم الدولة. ما يقوله تيليرسون خلف الغرف المغلقة يعاكس تصريحاته وتصريحات إدارته العلنية قبل أشهر التي اعتبرت أن حكم عائلة الأسد سينتهي قريبا، وهي تأتي قبل اللقاء الأول المرتقب بين الرئيسين الأمريكي والروسي في قمة العشرين بألمانيا. وثمة من يتساءل كيف يسلم الأمريكيون ملف الأسد إلى دولة فرض عليها الكونغرس قبل أسابيع عقوبات، أحد أسبابها تدخلها في سوريا إلى جانب الأسد، أم أن الأمريكيين قالوا كلمتهم بشأن ضرورة رحيل الأسد وعائلته وقد تركوا للروس الطريقة المناسبة للوصول إلى تلك النتيجة.